شفيع هذا القرآن شفيع عند الرحمن شفاء وهدى وأمان ضياء في كل زمان سعيد من عاش هدى ترتيل ضياء رضوان الله يعيد للقلب حياة شفيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بدأت رحلتي مع القرآن وأنا سني 3 سنين بدأت أروح الكتاب. كان طبعا الوالد حريص على تعليم حفظ القرآن الكريم، مع العلم أنه كان يعني يعلم عن القرآن مثل أي يعني زي أي مسلم في القرآن والدين والإسلام هكذا. فيعني خدني وداني الكتاب، كتاب زمان أيام بقى السبعينات وأيام التسعينات، كتاب زمان. فدخلت الكتاب عند فضيلة الشيخ سيد أحمد حمد وأنا 3 سنين، طبعاً طفل لسه بدأت يدوبك أنطق الحروف. فكان والدي حريص أنه هو يعتبر أول بداية لي في نطق الكلام هو كتاب الله أو كلام الله، كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فكان هو حريص أنه هو أول حاجة أن أنا أقرأها هي القرآن الكريم. فبدأت أتعلم، بدأت أمسك القلم أكتب الحروف. وكان دايماً الشيخ حريص في بداية ما احنا تعلمنا القرآن إن احنا دايماً نكتب القرآن، إن احنا دايماً نكتب القرآن ودايماً نكتبه بالتشكيل. كان دايماً من الفكاهيات بتاعت الشيخ دايماً عشان لما نيجي نكتب القرآن نكتبه من غير تشكيل. فكان دايماً يقول يعني ما ينفعش إن احنا نشرب الشاي من غير شاي، ما يسماش شاي. فكذلك القرآن بالتشكيل لازم يكون في تشكيل. بدأت مهمتي مع القرآن بإني أروح الكتاب الساعة 6 صباحا أذهب للكتاب. كان من بعض الطرائف برضه إن إحنا بنبقى عندنا رهبة من الشيخ وخايفين من الشيخ. بداية ما ندخل الحارة بتاعت الشيخ أو بداية ما ندخل الشارع بتاع الشيخ كان يحصل مغص في البطن خوفا من الشيخ. أكيد طبعا الشارع ما يبقاش فيه مرض أو حاجة، بس خوفا من الشيخ.
ورهبة من الشيخ واحترامنا لي وأدبنا لي، فكان بتبدأ بطنها تمغص من دخولنا الحارة بتاعت الشيخ لحد ما نوصل ونقعد تحت منه ونسمع ونبدأ تسميع للقرآن. طبعاً بدايتي مع القرآن الموضوع زي أي طفل عايز يجري، عايز يلعب، عايز إن هو حياته دايماً فيها لهو ولعب، فكنت عايز أبعد عن القرآن زي أي طفل، مش عايز حاجة تبقى مؤيدة، حاجة تبقى مسكاه، لحد طبعاً ما كان الوالد بارك الله فيه ربنا يبارك له، طبعاً دايماً كان حريص على حفظ القرآن، لازم هتتعلم القرآن، إحنا ما ورناش حاجة غير القرآن، مش هخليك تتعلم أي علوم تانية غير القرآن، أهم حاجة عند القرآن، اتعلمت القرآن اعمل ما شئت، افعل ما شئت. فطبعاً سنة والتانية والتالتة عانيت مع الحفظ كتير، لأن أنا كنت عايز ألعب زي أي طفل، لحد ما ربنا وفقني وبدأت أمشي، يعني أروح للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، رغبتي عايزة تخليني أن أنا أروح هنا وهنا وهنا، يمكن الشيخ ده ألاقيه لين عن الشيخ ده، لكن طبعا إحنا كان الكتاب بتاع زمان كان الشيخ ليه رهبة وليه شدية، فكان غصب عن الواحد لازم هيحفظ هيحفظ، لا مفر ولا محالة، فكان دايما أن إحنا عايزين نفر من الشيخ بسبب الشدية، وفعلا بالفعل الشدية هي اللي علمتنا ان احنا نحفظ القرآن ونخلي ان القرآن هو الدين بتاعنا او دستورنا، لحد ما ربنا كرمني وانا عندي 13 سنة حفظت القرآن وختمت القرآن، ومن هنا بدأت نقطة الصعوبات الاكتر. بعد ما ختمت القرآن وانا عندي 13 سنة، طبعا الوالد ما عندوش الفكر ان هو هنعمل ايه، او مثلا بعد ما حفظ او ختم ايه اللي هيحصل، فطبعا بدات انا انسى القران، كنت تقريبا في تاني اعدادي او تالت اعدادي، بدات انسى القران، مثلا اذهب مع اصدقائي يمينا ويسارا، دخلت المجال بقى في اللهو واللعب، خلاص شاب بقى، بدات مثلا في مرحله الشباب، فبدأ اللهو واللعب مثلا يزيد عندي فضول لأكتر، أدور على أكتر من مجال، سواء مثلا لعب الكرة أو أي هواية تانية، إن أنا أبعد عن القرآن. فبالفعل أنا يعني بعدت عن القرآن، وكانت دي مرحلة صعبة جدا معايا في القرآن، للأسف الشديد نسيت القرآن، نسيت القرآن، وهي دي النقطة الصعبة اللي بدأت أبدأ من عندها تاني. بعد ما نسيت القرآن كبرت وراء، يعني كبرت في الدراسة، وبدأت إن أنا أدخل في الثانوية العامة. بعد ما دخلت الثانوية العامة شفت طبعا الأمهر مني والأحفظ مني والأشطر مني في حفظ القرآن، وكنت أقرأ القرآن كثيرا، مثلا أخطأ في القرآن، القرآن لا يعلى عليه، فكان دايما مثلا ممكن كان من الممكن إن أنا أخطأ في القرآن، إن أنا أنسى شيء، أتناء أو يحصل أي شيء من الأشياء، إن الشيطان أنساني وما أنساني إلا الشيطان، يعني الشيطان أنساني بسبب عدم المراجعة، أو إن أنا أكملت مراجعة وكملت حفظ للقرآن. بدأت إن أنا أحس إن القرآن فعلا هو مستقبلي. بعد ما بدأت أدخل مثلا أصلي بالناس، بدأت أقرأ قراءة التجويدية بين المشايخ، فبدأت إن أنا أحس إن أنا أقل منهم في حفظ القرآن، وشايف إن هم القرآن رفع قدرهم كثير، القرآن رفع قدر، وبالفعل القرآن يرفع القدر مرات كثيرة، فأحببت ووددت أن يرفع قدري بالقرآن، لأن القرآن يرفع القدر. فبدأت في مسيرتي مع القرآن مرة أخرى، بدأت في المراجعة، ودي كانت أصعب فترة في الحفظ، مش في الصغر، لا بالعكس في الكبر، بدأت إن أنا أحفظ تاني، وكانت دي أصعب مرحلة لي في حفظ القرآن. بدأت أذهب للشيخ مرة أخرى وأبدأ أراجع، لحد ما ربنا كرمني باللي عرفني على فضيلة الشيخ صلاح مفتاح، له الفضل الكبير وله الثناء الحسن، هو من ساعدني في حفظ القرآن مرة أخرى، وكان يأخذ بيدي، كان يقوم بدور المعلم والأب والصديق وكل شيء، كان يعني والأخ،
كان هو قائم بالأدوار دي، وهو ده اللي ساعدني في أن أنا أعيد حفظ القرآن الكريم وأثبت عليه مرة أخرى. كان طبعا ممكن القرآن لما كنت أروح أراجع مثلا، سواء كنت براجع عليه مثلا صفحة أو ربع أو لحد مثلا ما كنت برضو بعض الأحيان بدأت أكسل وأتكاسل، كان يتصل عليه، كان يتصل عليا مرة واثنين وثلاثة، لا تعالى، لحد ما ربنا كرمني ووفقني، لحد قعدت الفترة تقريبيا مثلا من ثلاث لأربع سنين على بال ما حفظت القرآن مرة أخرى، وربنا كرمني وجودته على فضيلة الشيخ صلاح مفتاح. ما أقدرش أنسى تاني، ده أنا خلاص تعلمت، لأني أنا عانيت من المرحلة التانية في الحفظ، يعني أنا عانيت من المرحلة التانية في الحفظ من الصعوبة بالفعل، لأن أنا طبعاً المشاغل كترت، الدراسة في الثانوية العامة كانت أكتر، وبعد كده لما دخلت الجامعة، بعد كده لما اتزوجت وأنجبت، فطبعاً الموضوع بيبقى صعب أكتر، كل ما الواحد بيكبر الموضوع بيبقى صعب أكتر، فاستحالة أن الواحد يرجع تاني، أنه ما يرجعش على يعتبر الحفظ بتاعه أو المراجعة. شفيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. القرآن يعني علمني الأخلاق، علمني كيف أتعامل مع البشر، وشفت أثر يعني حسن وأثر كبير جداً طريقة المعاملة من الناس ليا، الناس إزاي بتتعامل معايا، لأن بشوف طبعاً شخص حافظ لكتاب الله وشخص تاني مش حافظ لكتاب الله وله يعني أغراض أخرى أو أشياء أخرى، فأجد هنا الفرق في المعاملة، المعاملة الحسنة أم المعاملة غير الحسنة، فهنا قدر القرآن كبير. طبعا المسمى العام مثلا فضيلة الشيخ محمد، الشيخ فلان، الشيخ كذا، القرآن أعطانا قدر كبير وأعطانا مكانة كبيرة جدا بين الناس، فلذلك الناس تحترمنا لذلك القرآن وليس لشخصنا، تحترمنا للقرآن وتقدرنا للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا بعدما تعلمت القرآن بدأت في تحفيظ القرآن، ومنذ الصغر يعني أنا كنت بحب أن أنا أقعد أسمع للأطفال عند الشيخ، وإحنا قاعدين طبعاً أسمع لهم المراجعة الماضي، لحد ما ربنا كرمني وطبعاً وختمت القرآن وحفظت القرآن. بعد كده بدأت أن أنا أبدأ أعلم القرآن الكريم للأطفال، بحس أني يمكن ربنا يكرمني واحد فيهم يكون شفيع لي يوم القيامة. فبدأت أن أنا أفتح الكتاب، وفتحت الكتاب لتعليم القرآن الكريم وتحفيظ الأطفال والكبار
بفضل الله تعالى يعني. الحمد لله ربنا كرمني ان انا عندي طبعا بدي الدروس، طبعا في دروس خصوصيه، والكتاب الكتاب طبعا، وانا برجح دايما الكتاب، الكتاب زمان اللي انا تربيت وترعرعت فيه. القران يعني يحب الكتاب، والكتاب يعني يحب القران، يعني دايما الكتاب يحب القران. الاطفال لما بتكون يعني اكثر من طفل في مكان، وخاصه الكتاب بيكون فيه عدد كبير من الاطفال، الكتاب بيكون فيه عدد كبير من الاطفال، فبيبداوا ان هم بيساعدوا بعض في الحفظ والتسميع. ان كان حد مثلا من الاطفال جه يسمع عليا الجديد مش حافظه، بيرجع يحفظه مره اخرى عبال ما اشوف غيره. وفي مثلا مش حافظ الماضي، بيرجع يراجع معاه، يراجع مرة تانية في حفظ الماضي ثم يعود لي. بدأت أكتشف الحمد لله، بدأت أكتشف الموهبة، أو والدي بدأ يكتشف الموهبة وأنا في سن الابتدائي، يعني 6 سنين 7 سنين، وبدأت أن أنا أنميها في القراءة أكثر، وأن أنا أتعلم المقامات، وبدأت أن أنا أدخل المجال الإنشاد الديني عشان خاطر أن ربنا يكرمنا برضو ونتعلم المقامات والصوتيات. وطبعاً أنا برجح لأي حد أنه هو حابب أنه هو يتعلم علم المقامات أو يتعلم الصوتيات فالإنشاد، لأن طبعاً الإنشاد أنا في مقدرتي أن أنا ألحن في الإنشاد بقدر ما يمكن وألعب بصوتي زي ما أنا عايز، أما القرآن لا يجوز فيه التلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أن لهم أجرا كبيرا. أن لهم أجرا كبيرا. أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا لهم عذابا أليما. نطلع لساننا في الذال. أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا لهم عذابا أليما. أنا أحب كثيرا الشيخ محمد رفعت من قياثرة السماء، فهو طبعا حاجة قوية جدا من التراث القديم، ومستعد إن شاء الله أن أنا أسمعكم حاجة قوية لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نصيحتي لكل ولي أمر، أو طبعا لأن ولي الأمر هو اللي عليه الدافع الكبير والعامل الأساسي، أو هو يعتبر أساس تحفيظ القرآن،
طبعا للأسف المقولة اللي دايما نسمعها وهي مقولة خطأ، إن إحنا في أجازة فالأولاد يحفظوا القرآن في الأجازة. القرآن يعني ما احنا ما عرفناهوش في الأجازة فقط، بل بالعكس القرآن دوام في الدوام من الصغر حتى الكبر. لا نقول يعني احنا نأجز عشان خاطر المدارس، أصل الولد ما عندوش وقت، أصل الولد مضغوط في الدراسة، فطبعا ده كله مفهوم خطأ. فأي حد طبعا حابب ان هو يعلم القرآن لأولاده، ان هو مجرد ما بدأ لا ينتهي حتى الوفاة، حتى وفاة الطالب في يعني لا ينتهي من حفظ القرآن الكريم من بدايته حتى نهاية حفظ القرآن الكريم، ثم يجوده وعلومه كثيرة إلى أن يشاء الله. طبعا أصحاب الفضل علي طبعا الوالد والوالدة هم بداية رسم الطريق، هم أصحاب الفضل الكبير طبعا علي. وبعد كده يعني هو الفضل الأول طبعا الفضل الربنا، دي حاجة إن هو يعني سخرني إن أنا أكون حامل لكتاب الله، فطبعا دي كانت أول، ده كان أول فضل علي من ربنا. وبعد كده إن ربنا أنعم علي بالوالد والوالدة، هم طبعا أساس في رسم الطريق، فطبعا هو الطريق مستقيم لأنه طريق القرآن. وبعد كده صاحب الفضل فضيلة الشيخ سيد أحمد حمد، هو من علمني بداية القرآن وبداية نطق القرآن. ثم الفضل الكبير الذي يعني أنا لا أوفيه حقه، ولو ظللت يعني أمدح فيه كثيرا ما وفيته حقا، فضيلة الشيخ صلاح سمير مفتاح، هو كان حريص علي في حفظ القرآن وتجويده وختامته وقراءته قراءة صحيحة، وأسأل الله أن يجزيه كل الجزاء وكل الخير عنا إن شاء الله. والله من أمنياتي التي تحققت حفظ القرآن الكريم، إن أنا ربنا كرمني وحفظت القرآن الكريم. طبعا دي أمنية يعني ربنا أنعم علي، دي مش محتاج بعدها أمنية. طبعا في بعض الأمان اللي هي أماني الشباب، إن ربنا يكرمني وأكون لي مستقبل، وبرضو اللي رسم لي الطريق في المستقبل هو القرآن. يعني سواء بدأنا أو انتهينا فبدايتنا هو القرآن ونهايتنا هو القرآن. أما الأمان التي لم تتحقق فهو أن ألتحق بالإذاعة المصرية، وأدعو من الله إن كنت مقصر أن يوفقني الله إلى ما يحب ويرضى. وبرضو من ضمن الأماني إن ربنا يكرمني بتحفيظ أكبر عدد من القرآن، وإن ربنا يرزقني بالذرية الطيبة تكون حافظة وحاملة لكتاب الله. شفيع هذا القرآن، شفيع عند الرحمن، شفاء وهدى وأمان في كل زمان. سعيد من عاش هدى ترتيل ضياء، رضوان الله للقلب حياة. شفيع شفيع.